هذه هي المركبة الفضائية التي ستدشنها شركة فيرجن جالاكتيك اليوم، فيما يفترض أن تبدأ الرحلات التجريبية في وقت لاحق هذا العام. فهناك حوالي 700 مغامر هاون يترقبون نجاح الرحلات بفارغ الصبر، خاصة وأن كل واحد منهم أودع مبلغ 250 ألف دولار للسفر إلى الفضاء على متنها. إن تدشين هذه المركبة هو خطوة تقنية مهمة في طريقنا إلى استئناف الرحلات التجريبية. أول مركبة فضائية من شركة فيرجن جالاكتيك كانت قد تحطمت قبل 16 شهراً أثناء رحلة تجريبية ما أدى إلى مصرع ربانين على متنها. وبعد الحادث اهتزت ثقة الكثيرين في منتجات الشركة، ومن المفترض أن تساهم المركبة الجديدة باستعادة الثقة. لقد قمنا بالعديد من التغييرات البسيطة ما أدى باعتقادي إلى تغيير شامل وهام في المركبة. وبالنسبة للحادث الذي وقع في أكتوبر 2014، فقد قمنا بمعالجة الموقع المسؤول عن الحادث حتى لا يتكرر. شركة فيرجن جالاكتيك ليست الشركة الوحيدة التي تحاول تسيير رحلات سياحية إلى الفضاء الخارجي، فهناك شركة سبيس إكس لصاحبها إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا للسيارات.